يتواصل التنافس بين رياضي العالم في أولمبياد ريو دي جانيرو، حيث وصلت الإثارة والتشويق بين المتنافسين إلى حد كبير، حيث لازالت الولايات المتحدة تتصدر ترتيب الميداليات. ففي أبرز نتائج اليوم التاسع، تمكن النجم الأسطوري لسباق الألعاب القوى الجامايكي أوسام بوليت من تحقيق ميداليته الذهبية الثالثة على التوالي في سباقات 100 متر، ليكون بذلك قد دخل تاريخ الألعاب الأولمبية كأول عداء يتوج بذهبية 100 متر في 3 دورات متتالية. من جهته، تمكن لاعب كرة المضرب البريطاني أندي موراي من إحراز ذهبية فردي الرجال في كرة المضرب ليحتفظ بلقبه الأولمبي الذي أحرزه في أولمبياد لندن 2012، ويسجل بذلك إنجازا غير مسبوق للعبة الكرة الصفراء كأول لاعب يحرز ذهبية الفردي في دورتين متتاليتين. في ليلة مليئة بالإنجازات التاريخية، أيضا حطم الجنوبي الأفريقي واديان فانك نيكري الرقم القياسي العالمي في سباق 400 متر محققا بذلك ذهبية المسابقة، في حين أحرزت الرباعة الصينية سو بينغ مينغ ذهبية وزن فوق 75 كيلو ضمن رياضة رفع الأثقال فجر اليوم، وكان الكوبي إسماعيل بيريرو قد أحرز ذهبية وزن 59 كيلو في المصارعة اليونانية الرومانية. وفي لعبة الجولف، تمكن البريطاني جاستن روز من إحراز الميدالية الذهبية، في حين أحرزت البحرينية أونيس جيبيكيري فضية سباق الماراثون، فيما تأهل القطري معتز برشم والسوري مجد الدين غزال إلى نهائي مسابقة الوثب العالي، ليتواصل الأمل بذهبية عربية تأخرت كثيرا في هذا الأولمبياد.